نجمنا الكبير جدا وحبيبنا طبعا كابتن عبد المنعم شطه مدير اكاديميات النادي الاهلي. كابتن شطه بونسوار، مساء الهنا، كل سنه حضرتك بخير. بونسوار جود ايفنينج. جود ايفنينج. وكابتن شطه سعداء جدا والله بوجود حضرتك، وحضرتك كمان مش بس يعني نجمنا الكبير، حضرتك على المستوى الشخصي بنحبك وصديق عزيز جدا واستاذنا، فانا سعيده في البدايه ان حضرتك معانا اكيد انا وكريم النهارده، وعايزين بقى نعرف منك كده يعني أول يوم في رمضان أخباره إيه معاك يا كابتن شطة؟ أول يوم ده بيبقى أصعب يوم طبعا. لأن الواحد متعود يشرب شاي الصبح وبعد كده يفطر وبعد كده ينزل يروح شغله وبعد كده في الشغل بقى شوية شاي على قهوة على كذا. لكن الحقيقة رمضان طبعا على مر السنوات اللي احنا قضيناها، أنا شايف شريف عماني معاك في البرنامج، شريف ده طبعا دفعتي وزميلي وحبيبي. أنت كابتني، أنا مش دفعتك، أنت كابتني. الملعب في عز الحر الساعة 3 الظهر. دلوقتي مفيش لعب طبعا. شوفي ايام زمان لما كنا احنا بنصوم وبنلعب كانت المشقة قد ايه. يا ريت بقى ايه الكليك الضوء على الفترة اللي كنا احنا بنلعب فيها، وما كانش فيها اضواء وما كانش فيه لعب في الفترة المسائية. كانت حقيقة ايام صعبة جدا. لكن طبعا دلوقتي الواحد بيقضي وقته كله في رمضان طبعا يعني بجد. يعني انا طبعا اهم حاجه عندي الاكل السوداني، اروح اجيب بقى الاكل السوداني، الحاجات اللي هي فيها الشطه، الحاجات اللي فيها الويكا، الحاجات اللي فيها الاكل الحراق. انت عارفه السودانيين طبعا. ايوه. وانا متعود من يوم ما جيت من السودان ما اقدرش اتخلى عن الاكل السوداني عموما. يعني شطه وبتاكل شطه يوم المهم ما تتسحرش بيها كابتن شطه عشان ما تعطش تاني يوم في نهار رمضان. يا نهار ابيض، كراش النهار مشكله كبيره في الفطار. وحشنا كابتن شطه. يا كابتن شريف وحشنا بجد، كل سنه وانت طيب. الله يخليك يا كابتن، وكل اللي عندك بخير يا رب. انا الحقيقه سعيد جدا لما شفتك في البرنامج، فقالوا لي عايزين نعمل مداخله، قلت له فورا. شريف ده حبيبي، لازم انا اكون معاك في رمضان برضه يا كابتن شريف. لا يا كابتن، احنا اتعلمنا منك حاجات كتير جدا، قيم ومبادئ تمثلت فيها، قيم ومبادئ النادي الاهلي كلها. الحقيقه لعبت جنبك عمر حياه بحالها في النادي الاهلي. كل الاخلاق الكريمه تعلمتها منك الحقيقه، تعلمتها من كل والله انا برضه اتعلمت والله حاجات كتير قوي. والله اتعلمتها من منك. علمني المبادئ، وعلمني الالتزام طبعا، وعلمني حب المكان، وعلمني الاخلاص ليه. فعشان كده السنوات ال 50 سنه اللي انا قضيتها في النادي الاهلي لم اتخلى عن في يوم من الايام عن الحاجات اللي اتعلمتها من سياده الفريق عبد المحسن كان مرتجي، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب. كل الناس دي الحقيقه احنا عشنا فترات طويله جدا معاهم، يعني الحقيقه تشبعنا بمبادئ النادي الاهلي. وكل الحقيقه دخلوا النادي من ايام مفطار التش او قبليه. كل الاجيال دي احنا بنتعلم منها يا كابتن شريف. فعشان كده يا ريت بقى الاجيال القادمه دي برضه نحاول قد ما نقدر نرسخ جواهم، نرسخ في كل الناس انه زي النادي الاهلي ده خلق ناس كتير جدا وعمل لهم شان كبير جدا من خلال هذا النادي وهذا الصرحه الكبيره اللي احنا بنتواجد فيه. وان شاء الله ربنا يقدرنا يعني نكون متواجدين فيه طول ما الواحد عنده صحه يقدر يتواجد فيه بصفه مستمره. ربنا يديك الصحه يا كابتن شطه. حضرتك من اعمده النادي الرئيسيه، وحضرتك ايقونه من يعني ايقونات النادي الاهلي حقيقه. كابتن شطه ابتسامتك الجميله كابتن شطه كانت بتلعب كره نسائيه وكانت في دورات رمضانيه، بتقول ما فيش دورات رمضانيه. عندي دوره رمضانيه دلوقتي انا في مدينه نصر للكره النسائيه. بجد؟ طب والله بجد ممكن اشارك؟ انا بتكلم بجد والله. طب خلاص، انا كنت فاكره ما فيش نسائي. انت عارف احنا عملنا فريق كره نسائيه دلوقتي وبيلعب في الدوري العام وحققنا المركز الثالث. ايوه طبعا. مستوى كان متميز، وعندنا طبعا يعني فرقه كويسه جدا عملناها السنه دي، بس وربنا ان شاء الله يقدرنا نخلي الكره النسائيه دي لها شان كبير جدا مستقبلا باذن الله. خلاص انا اسمي موجود، انا بجد بتكلم والله، انا عايزه اشارك يعني. فاحكي كابتن يعني كابتن واحنا لعبنا كوره مع بعض قبل كده ولا ناسي؟ كابتن شطه ما عندناش حد. عملت لي هاشتاجات بالملايين. الحمد لله اتشهرنا برضه. يا كابتن شطه على حسك يا كابتن شطه. من اجمل المواقف اللي الواحد بيفتكرها لك لما بنحرز هدف او انت بتحرز هدف، الجاريه وال طبعا الشقلبه والشقلباز اللي بتعمله ده في الهواء. يعني بتعبر عن الفرحه وبتعبر عن التفوق. الحقيقه دي حاجات لا تنسى، ولو كانت عندنا ذكريات طبعا.
يعني دي حاجات سمر سولد اللي انا بعملها دي ما كانش في ترند زيها وقتها. هي دي الترند اللي هتفضل. لا لا ده ترند لحد دلوقتي. وابتسامتك الجميله بدات ايه؟ بدات سمر سولد وفرنسا سمر سولد وكل الحاجات وكل ابتدينا نشوفها بعد كده والله يعني. كانت البدايات من عندك. اهلي الزمالك 78 كانت عيال اقدر 4-2 لو تفتكر. كانت حقيقه الواحد يلعب جمباز كان عشان كده استغل. لكن دلوقتي بتتعلمها سهل جدا يعني. انت دلوقتي في عمرك ده يا كابتن شريف لو عايز تعمل باتش مرسول سهل جدا تتعلمها. بس ايه؟ ايوه حط لي البتاع اللي بنط عليه دوت شقلب ده اعملها ازاي يعني؟ مش فاهم. تقول لك شباب يا كابتن شريف الله. انا في عزي كنت كبير قوي اطير واعملها بدماغي انما اتشقلب كده لا دي. طب كابتن شطه عايز اخد رايك في حاجه برضو قبل ما نختم بحضرتك لان كنا لسه بنتكلم دلوقتي كابتن شريف عبد المنعم يعني بيفكر يعود للفن والتمثيل مره تانية لو لقى دور مناسب. يعني رايك ايه اصلا في كابتن شريف كممثل؟ بيحقدوا عليا ان هو يعود مره تانية للفن. خلينا نعرف برضه. انت نادي بتغير مني. اتفضل حضرتك. انا ما انصحوش يعني. ده بيغيروا مني. طب ليه يا كابتن شطه؟ ده فنان كان ادوار مش سهله برضه يعني ظابط وحاجه كانت تخوف. قيمه وسيمه. قيمه وقامه. لو كان استمر شريف لو كان استمر وكان خد دورات طبعا وكان انت عارف التمثيل ده برضو يعني يعني مش حاجه كده يعني طبعا ممكن تكون موهبه موجوده بس من غير دراسه وعلم وازاي الادوار وازاي البوستشر نفسه وازاي تتكلمي وازاي تحاولي تخشي في موضوع وازاي تعبري بوشك دي كلها حاجات محتاجه للعلم ودراسه. فهو لو عايز يخش ثاني خليه بس ايه يخش في الحقيقه في الدورات اللي موجوده او يعمل كورسات موجوده سهل جدا لانه كورسات ايه يا كابتن شطه؟ ده انا كتبت افلام من غير ما يمثل يعني. بقول لك ايه يا كابتن شطه؟ انا كتبت افلام واخرجت افلام. انا ادي كورسات صح كده؟ انتجت افلام وكتبت افلام واخرجت ومثلت. انا كنت بعلم اداء يا كابتن شطه. اوفا انت هتيجي بس ربنا يديك الصحه وتيجي تقعد تحت ايدي وانا هعمل لك سيكشن. نعمل له سيشن يا معلم. انت هتيجي عندي انا حبيبي وانا هعمل لك سيشن تعيد كوره من جديد. انا اول مره اعرف انك انت اساسا يعني عارف تمثيل واخراج وكده. لا 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 ده انا بمنتش كمان. لا انت الحكايه الحكايه فاتتك بس. ارجع تاني يا شريف ارجع تقدر تمثل. انت عندك الكاريزما. هفكر يا شطه هفكر. وعندك الابيليتي وعندك الروح الحقيقه موجوده فيك يعني. حبيبي يا شطه ربنا كل سنه وانت طيب يا حبيبي. نورتنا يا كابتن شطه واسعدتنا بوجودك معانا في اول حلقه من الاهلي في رمضان. كل سنه وحضرتك طيب واهل بيتك وحبايبك كلهم في احسن صحه وحال يا رب.